قدره قادر من الكيكات الجميله جدا، طعمها بقى حلو قوي، بس للاسف هي بتفشل مع ناس كتير جدا. فاحنا النهارده هنقول كل حاجه بحيث انها تطلع معاكي هايله جدا وطعمها لذيذ جدا وبكل بساطه. يلا بينا بقى نشوف مقاديرها وبعدين نشوف الطريقه. عندنا مقدارين، عندنا الكريم كراميل وعندنا الكيك. تمام، الكريم كراميل هيبقى مقاديره عباره عن 6 بيضات، لتر من اللبن، نص كوبايه من السكر، علبه قشطه، ودي عشان تعزز الطعم، لو مش حابه تحطيها او مش متوفره مفيش مشكله خالص. تمام، هنحتاج كمان معلقه كبيره من الفانيليا السايله، والفانيليا السايله هنا ضروريه جدا لان الكريم كراميل من الحاجات اللي فيها بيض كتير، فلو ما استخدمناش نوع فانيليا كويس فريحه البيض هتبقى ظاهره معانا. هنحتاج كمان ذره بسيطه خالص من الملح، دي مقادير الكريم كراميل. الكراميل نفسه هنحتاج له كوبايه سكر عشان نكرملها على النار. اما الكيك هيبقى عباره عن ايه؟ كوبايه وربع من الدقيق المنخول، ربع كوبايه من الكاكاو الخام، بيضتين، عندنا كمان نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، نص كوبايه من السكر الابيض اللي حبيباته ناعمه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا، ورشه ملح صغيره. دي مقادير قدره قادر. تمام، وتعالوا بينا بقى نشتغل ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. في البداية هناخد كوباية السكر، يلا بينا علشان نعمل الكراميل اللي هي هتبقى أول طبقة هنحطها في القالب بتاع الكيك. هنحط كده السكر ونحط معاه بس يعني ربع كوباية كده من المية عشان يدوب السكر معانا. حطينا هنا في طاسة، وأنا بحب أعمل الكراميل في طاسة ألومنيوم علشان اللون بتاع السكر يبقى باين معايا. الحاجات الغامقه والتفال هيخلي منظر السكر او لونه مش باين لي ومش واضح هو ذهبي ولا هو بني ولا لونه ايه، اما الالومنيوم فهتبين لي كويس جدا لون الكراميل. طيب يبقى اول حاجه هنعمله في حاجه الومنيوم. تاني خطوه ما ينفعش احط معلقه خالص مع الكراميل خالص، لازم بقى عايزه اقلبه فبايديا وامسك ايد الطاسه بالشكل ده واقلب كده، كله بيدخل، اللي بره بيدخل جوه وهكذا. تمام، وخلي بالي منه لان الكراميل من الحاجات اللي ما بتقعدش على النار، يعني في لحظه كده تلاقيه اخد منك اللون وغمق، ولما بيغمق زياده عن اللزوم بيمرر وبيبقى طعمه مش حلو. تمام، فعنينا عليه ونخلي بالنا منه. طيب وهو شغال كده وانا هتابعه عشان ما ننساهوش، تعالوا نعمل الكريمه. فاكرين مقادير الكريمه اللي هي كانت لتر من اللبن او الحليب، بسم الله، 6 بيضات، عندنا كمان معلقه كبيره من الفانيليا السايله، وزي ما قلت لكم حبه تبقى فانيليا سايله علشان تضيع زفاره اللي موجوده في البيض، عندنا كمان نص كوبايه من السكر، وعلبة قشطة اللي هي علبة القشطة الجاهزة لو متوفرة أو تقدري تجيبيها، ما تقدريش مش مشكلة، هي بتدي طعم غني جدا للكريمة، بتخلي طعمها حلو قوي. بسم الله، ويلا بينا بقى هنضرب كل ده في الخلاط، أظن ولا أسهل من كده. بسم الله، نسينا حاجة، نسينا نحط ذرة ملح صغيرة، حاجة كده على طرف المعلقة. السكر بصوا بدأ طالما رغى كده وعمل الرغاوي والحاجات دي، فاحنا كده خلاص قربنا ناخد النتيجة المطلوبة، ما ينفعش بقى ان انا اتورب عنه تماما، فانا هفضل واقفة لغاية ما اخد اللون اللي انا عايزاه وبعدين نروح نكمل الكريمة. الكراميل بدأ يدخل معانا في اللون الذهبي، احنا عايزين اللون اللي هو الأغمق من الذهبي على طول. تمام، هو خلاص قرب، وما تنسوش ان احنا حطينا في الخلاط كيلو او لتر من الحليب، حطينا معاه نص كوباية سكر، حطينا كمان 6 بيضات، وحطينا معلقة كبيرة من الفانيليا، ذرة ملح، وحطينا كمان ايه، حطينا علبة قشطة، وقلنا ان هي اختياري. وانا كده تمام الكراميل اخد لون حلو جدا، وتعالوا بينا بقى ناخده ونروح على القالب بتاع الكيك اللي احنا مجهزينه. يلا بسم الله، هنا القالب مش هيدهن اي حاجه خالص. تمام، عشان سؤال وجالي قبل كده
قالب قدره قادر، مش هنحط فيه اي حاجه ولا هندهنه ولا نبطنه بزبده ودقيق ولا الكلام ده خالص. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مجرد ان احنا عملنا الكراميل وهنبدا نوزعه. شايفين اللون هو ده المطلوب، ونخلي بالنا عشان لسعته ربنا يعافينا جميعا، لسعته صعبه جدا. وانا بعمل الكراميل حاول ما اوقفش حد من الولاد جنبي خالص. يبقى احنا كده عملنا الكراميل هوزعه. بصوا بقى اللون تحفه، اللون هايل جدا، ده المطلوب، لا عايزينه اغمق من كده ولا افتح من كده. وزعناه خلاص في القالب تمام، الكريمه اتعملت، كان فاضل بس ذره الملح حطيناها، هنضربها مع بعض شويه تمام. كده تمام جدا، عملنا الكراميل وعملنا الكريمه، فاضل معانا الكيك. الكراميل وحطيناه في القالب بالشكل ده اهو، وزعناه وعملنا كمان الكريمه. لازم تتضرب كويس جدا جدا علشان البيض يتلاشى تماما مع السكر والحليب. وهبدا احط الكريمه، تمام. يلا بينا بقى نعمل الكيك. والكيك معانا عندنا بيضتين، ومعاهم طبعا معلقه صغيره من الفانيليا، هنحط لهم كمان نص كوبايه من السكر، وتعالوا بينا نضربهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا ضربت هنا السكر مع البيض والفانيليا، هبدا احط نص كوبايه من الزيت، ووراها على طول احط نص كوبايه من الحليب، وهيتبقى معايا المكونات الجافه اللي هي كوبايه وربع دقيق، ربع كاكاو، وكمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. يلا بينا بقى. خلطنا كده بيض وسكر وفانيليا وبعدين زيت ولبن، هنجيب معلقه وابدا احط المكونات الجافه على بعض. هنا في البوله كوبايه وربع دقيق، عليهم ربع كوبايه من الكاكاو الخام، وادي كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر، وذره بسيطه خالص خالص من الملح. بينا بقى نحط المكونات الجافه على المكونات السايله، تمام. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى اقل سرعه هنبدا نخلط. تمام جدا، تعالوا بينا بقى نلم الكيك من الجوانب، والدقيق اللي متبعتر في الجوانب ده علشان ما ينزلش ويعمل تكتلات في الكيكة كده، ونقلبه. ويلا بينا بقى هنحط الكيكة فوق الكريمة. الرغاوي اللي على وش الكريمة هشيلها بمنديل طبعا نظيف، منديل مطبخ نظيف، هجمع كده الرغاوي دي عشان ما يبقاش فيه، بتلاقوا كده في الكريم كراميل فقاقيع هوا كده، لما هنشيل الرغاوي دي هتخلي الكريم كراميل شكله انسيابي ما فيهوش اي اخرام. انا كنت عايزه معلقه. تمام، شايفين هي الرغاوي دي اللي بتعمل الفقاقيع جوه الكريمة، فاحنا هنشيلها خالص عشان تبقى معانا كريمية خالص وما فيهاش اي فراغات. تعالوا بينا بقى نضيف الكيكة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسوية قدرة قادر، هنجيب صينية اكبر من قالب الكيك اللي احنا عاملين فيه، وهنبدأ نحط الكيك بتاعنا او قدرة قادر كده تمام،
وهنحط ميه مغليه في القالب اللي تحت او في الصينيه اللي تحت بالشكل ده. يبقى قدره قادر لازم تستوي على حمام ميه، ما ينفعش ادخلها الفرن كده من غير حمام ميه. طيب حمام الميه ده هحط فيه كمان معلقه كبيره من الخل علشان ما يبوظليش الصينيه اللي انا عامله فيها، سواء كانت تيفال او الومنيوم، ما يمنع التفاعل. تمام، وعلى نار او فرن شغال على 170 وعلى الرف الوسطاني، كاني بالظبط بسوي كيك، بس هي تاخد مده اطول من الكيك شويه، هتاخد حوالي من 45 ل 50 او 55 دقيقه. تمام، وهنختبرها زي ما بنختبر الكيك بالستكس. شايفين بقى قدره قادر بعد ما بتتقلب؟ طبعا هي زي ما قلنا بتقعد في الفرن حوالي من 45 ل 55 دقيقه، وبنختبرها زي ما بنختبر الكيك بستكس رفيعه بالشكل ده، وبندخلها جوه الكيك، ولما تطلع معايا نظيفه بالشكل ده فانا هعرف ان الكيكه استوت كده. تمام جدا، هنطلعها ونسيبها في القالب زي ما هي لغايه ما تبرد خالص خالص، وبعدين نبتدي ان احنا نقلبها. تمام، بعد ما تتقلب لازم ترتاح في الثلاجه مش اقل من ساعتين قبل ما نقطعها ونقدمها.